بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما انعم، لا علم الا ما علم، والصلاه والسلام على النبي الخاتم وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بيت اصحاب في مكه. النهارده هنتكلم عن بيت محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بيته كان خلف بيتي النبي وابي سفيان، لانه تزوج اروى بنت حرب اخت ابي سفيان، فابتنى لها خلف بيت ابيها. ده قبه جبل المروه. كعبه. بعدين صفا مروة، بعدين جوين سايد. هذه قبة جبل المروة، وهنا مباشرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى جواره بيت أبي سفيان، وهنا كان بيت أبي لهب، والذي تزوج أخت أبي سفيان أروى بنت حرب، وابتنى لها خلف بيت أبيها. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد العزة. عندما بشرته مولاته سويبة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أخيه عبد الله أعتقها، عاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل فيه قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. مرض قبل بدر بسبعة أيام، فاستأجر العاص ابن المغيرة ليخرج مكانه بأربعة آلاف درهم، وقد أصابته العدسة فأنتنى وخرجت رائحته، فظل ثلاثة أيام دون أن يدفن. فلما خشي أولاده العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بعود طويل، ولم يستطيعوا أن يقتربوا منه ليدفنوه، فرجموه بالحجارة. أما أروى بنت حرب فهي أخت أبي سفيان، والتي تبرعت بعقد لها في سبيل إزاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله به حبلا من مسد. لما نزل فيها قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، زمت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: مزم من عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. وأخذت فهرا تريد أن تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمامها لكنها لم تراه، فقالت لأبي بكر الصديق: سمعت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاكي. فعادت قائلة: قد علمت قريش أنني ابنة سيدها. في هذه الدار أيضا ولد عتبة وعتيبة ومعتب ودرة، أبناء أبي لهب. فأسلمت درة وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم عتبة ومعتب يوم الفتح، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين والطائف. أما عتيبة فأذى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه قائلا: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وقد كان فتشممه الأسد في طريق هجرته إلى الشام وقتله. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.